بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان المسلم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ليسير في حياته على منهج مستقيم، على صراط الله المستقيم، على ما كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضي الله عنهم وسلف الأمة الصالح. هذه أعظم نعمة، لأن الإسلام هو الانتماء الكامل لكتاب الله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة هما أصل الإسلام، هما وحي الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. أمر عليه الصلاة والسلام بأن يسير وفق هذا الوحي، وفق ما أنزل عليه، وأمر المسلمون كذلك على أن يسيروا على ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجبات، فرائض، سنن، مستحبات، ما في قصص الأنبياء من عظات وعبر. والمسلم حينما يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أنه هدى وموعظة ورحمة ونعمة عظيمة للمسلمين، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بقيت محافظ عليها. علماء متخصصون وضعوا الأصول الصحيحة للسنة الصحيحة، وأعطوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عناية متميزة منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، واستمر في الأمة الإسلامية جيلاً بعد جيل. هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها، وينبغي أن يشعر كل مسلم أنه مطالب بتدبر ما في الكتاب والسنة. لا بد لكل مسلم وهو يؤدي أركان هذا الدين، إذا كان في الصلاة، إذا كان في الصيام، إذا كان في حج، إذا كان يريد أن يؤدي الزكاة، إذا كان يبيع ويشتري، يتعامل مع الناس، لا بد أن يعرف الحكم الشرعي. هذا أمر واجب على كل مسلم، وهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السنة تبين الكتاب، توضح المجمل، تبين التفاصيل. الصلاة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة نقلوا كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي، وكذلك بقية الأحكام. فإذا الكتاب والسنة هما المرجع للمسلم. فهل كل مسلم الآن لديه اهتمام واضح وجلي بالكتاب والسنة؟ حينما يقرأ القرآن هل يفهم معنى كل آية؟ هل يتدبر ما في هذه الآيات من عبر وعظات؟ هذا أمر ضروري. مع الأسف نجد الكثير من المسلمين يؤدي عباداته وتعامله حتى في الفروض والواجبات بالتقليد فقط. نعم، إذا قلد الإنسان أهل العلم
الذين يعرفون ما في الكتاب والسنة لا بأس في ذلك، لكن هذا لا يعني أن يبتعد عن الارتباط بالكتاب والسنة. الارتباط بالكتاب والسنة أمر ضروري. النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام صريحة كل الصراحة في التقيد والالتزام بها. حتى رسولنا عليه الصلاة والسلام قال الله له: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وللمسلمين يقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الأصل في الاتباع حسب ما في الكتاب وحسب ما في السنة، فهما المصدران الأساسيان. وأي رأي وأي قول يعارض ما في الكتاب والسنة لا قيمة له، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يأخذ به. فيما يتعلق بالسنة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الخلفاء المهديين الراشدين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه وعرفوا هذا الدين حق المعرفة، فإذا سنتهم يجب اتباعها ويجب التمسك بها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المحدثات هي ما يأتي فيه مخالفة صريحة واضحة للكتاب والسنة، هذه بدع نسأل الله العافية ومحدثات. يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها تماماً. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به أي تمسكتم به فلن تضلوا أبداً، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وواضح أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من الله. نعم، القرآن وحي بلفظه وبمعناه وبنصه القطعي، والسنة وحي بالمعنى، بمعنى أنه أوحي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بهذا الأمر أو نهى عن هذا الأمر. ولذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل الله عليك الكتاب القرآن، والحكمة فسرت بأن المراد بها السنة. أيضا في رواية: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم من نفسه شخص أبدا إلا بوحي ينزل عليه. طبعا النصوص في هذا كثيرة ومتعددة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آيات كثيرة في القرآن يجد الإنسان الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول هي طاعة لله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر ولا ينهى إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. طبعا طاعة ولاة الأمر أيضا واجبة فيما شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربطت هذه الأوامر في الطاعة بالإيمان،
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل خلاف أو نزاع فيرد لماذا؟ فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن يشاقق الرسول، أي يختلف أو يعارض الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يأخذ بقوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نسأل الله العافية، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وطبعا سبيل المؤمنين ما أجمع عليه المؤمنون، ما كان واضحا وصليحا وساروا عليه وفق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنصوص متعددة في طاعة الله وطاعة رسوله والاعتصام بحبله وما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الفروض أو من غير الفروض. ومن هنا يجب على المسلم وجوباً صريحاً واضحاً أن يرتبط بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إيماناً بما فيهما وفهماً لما فيهما وعملاً بهما. المصاحف الآن والحمد لله موجودة في كل مكان، والناس يقرؤون القرآن كثيراً ويستمعون القرآن كثيراً، وهناك إذاعات وبرامج خاصة بالقرآن وخاصة بالسنة. هل يكفي فقط أن يسمع الإنسان أو أن يقرأ دون أن يتدبر، دون أن ينظر هل هذه الآية أو هذا الحديث طبقه على نفسه؟ هذا قضية أساسية لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها. ولذلك كان سلفنا الصالح منهم من يحفظ القرآن كثيراً، ومنهم من يقرأ القرآن مجرد قراءة لكن هناك تدبر، هنا يعني بمجرد ما يكون هناك أمر بمعروف أو نهي عن المنكر يستدلون بالآية الكريمة أو بنص الرسول عليه الصلاة والسلام وحديثه. فكانوا مرتبطين بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ارتباطاً وثيقاً. البدع، نسأل الله العافية، التي انتشرت في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي، ما مصدر هذه البدع؟ مصدرها الجهل. يجهل الإنسان حكم الله في كتابه أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحصل منه الأخطاء ويرتكب البدع والمخالفات. وقد يكون، نسأل الله العافية، بعض من ينتسب للإسلام ويزعم أنه عالم أو إمام أو ما إلى ذلك سار على طريقة غير صحيحة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسير في حياته إلا وفق ما في الكتاب والسنة. البدع خطيرة، حذر الإسلام منها، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هي الطرائق والفرق والجماعات. هل كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فرق وجماعات وطوائف؟ كلهم فرقة واحدة اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نشأت الفرق والطوائف إلا في أوقات متأخرة نتيجة للجهل، نتيجة لضعف المجتمع المسلم. وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن طريقها الصحيح، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما معنى محدثاتها؟
بمعنى ما يكون معارضا لما في الكتاب والسنة، وكل بدعة ضلالة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ليس من الإسلام. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ينبغي أن نحرص كثيرا على التمسك بالكتاب والسنة والارتباط بهما. ولا شك أن يعني هناك أساسيات في حياة المسلم، نعم عليه أن يرتبط بالكتاب والسنة في كل شؤونه، لكن هناك أساسيات وأولويات. من الأولويات ما يتعلق بالاعتقاد، هل يجوز للمسلم أن يتساهل في عقيدته؟ لا بد أن يكون الاعتقاد وما فيه من أمور مرتبط أو مأخوذ من الكتاب والسنة ومما أجمع عليه سلف الأمة. في كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أما الاعتقاد فإنه لا يؤخذ عني، رغم أنه شيخ للإسلام وعالم متميز في وقته، يقول: أما الاعتقاد فإنه لا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، أي في العلم، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة الصالح. فإذا العقيدة لا تؤخذ من أي إنسان، إنما تؤخذ من القرآن، تؤخذ من السنة، تؤخذ من الإجماع الذي نقل في كتب أهل العلم، وموجود إجماع السلف الصالح على كثير من المسائل. ولذلك تجد كثير من العلماء يذكر الدليل من كتاب الله، ثم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يتعرض للإجماع وما قاله العلماء في ذلك. وطبعاً أقوال العلماء في ذلك كثير وواضح، ومع الأسف نجد كما قلت في كثير من مجتمعات المسلمين من يتبع بعض الأشخاص وإن كانت آراؤهم مخالفة لما في الكتاب وفي السنة. ومن هنا لا بد أن نحرص على هذا الأمر، يحرص الإنسان على هذا الأمر في نفسه، في أسرته، في أصدقائه، أن حينما ترى ابنك معارض أو يحتاج إلى نصيحة أذكر له الآية الكريمة ومعناها، أذكر له الحديث الصحيح ومعناه، وأنك مسلم ويجب أن تسير على هذه الطريقة. يعني هذه قضية أساسية لا ينبغي أن يتساهل الإنسان فيها. الرسول عليه الصلاة ابن رجب رحمه الله له أيضا كلمة رائعة، يقول: العلم النافع من هذه العلوم، كل العلوم، العلم النافع ضبط نصوص الكتاب والسنة. ما معنى ضبط نصوص الكتاب والسنة؟ أن يعرف الإنسان النص بشكل واضح من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إن حفظه فالحمد لله، وإن لم يحفظه فعلى الأقل يكون في ذهنه من حيث المعنى واضح، وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. يعني هذا كلام في غاية الأهمية، يؤكد على أن المسلم عليه أن يرتبط بنصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة الصالح. طبعاً الأولوية في هذا على طلاب العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن ينصح وأن يتحدث وهو لا يطبق هذا الأمر، ينبغي عليه أن يكون قدوة، وينبغي عليه أن يؤكد في نصائحه، في أبحاثه، في دراساته على هذا الأمر. كذلك الطلاب الذين الأساتذة الذين
يعلمون الطلاب أو يعلمون الدارسين في المدارس أو في الجامعات أو فيما إلى ذلك، ينبغي لهم أن يكونوا قدوة وأن يؤكدوا هذا الأمر على الطلاب والدارسين. ولذلك حينما يتأمل الإنسان ما في كتاب الله وما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما سار عليه سلف الأمة الصالح، يجد أنه لا يتعارض مع العقل السليم. بس المهم أن يكون العقل سليم، أن يكون هذا العقل نشأة صحيحة، ليس لديه انحراف في 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 هذا الأمر. نعم، نؤكد هذا الأمر على أن من أعظم نعم الله على الأمة المسلمة اعتصامها بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر متفق عليه وسارت عليه الأمة الإسلامية من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني طاعة الرسول هو والعمل بما في الكتاب والسنة هداية للإنسان، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول هو الطريق الصحيح في فهم هذا الدين والعمل به. للإمام الشاطبي رحمه الله كلام في البدع والمخالفات من أروع ما يكون. يقول رحمه الله: والبدعة ما خالف كتاباً أو سنة أو أثراً عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نحذر من البدع وأن نحذر من مخالفة السلف الصالح، وأن نحرص كل الحرص على الاستقامة. وكما قلت، إذا نظر الإنسان في أوضاع بعض المجتمعات المسلمة أو حتى في كثير من المجتمعات المسلمة، يجد أن العلم بكتاب الله وبسنة رسوله والارتباط بهما فيه ضعف. وإذا تبين للإنسان الحق وسار على المنهج الصحيح، فعليه أن يخالف أهل الأهواء. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. يعني إذا عرف أن شخصاً من الأشخاص لديه بدع، لديه خرافات، لديه ابتعاد عن المنهج الصحيح، يحرص الإنسان عن أن يبتعد عنه حتى لا يتأثر به. وكذلك توقير أهل البدع ومصاحبتهم فيه إساءة للإسلام، يجب على المسلم التحذير منهم ومن كل من اقتنع ببدعة أو اتبعها مما يخالف الكتاب والسنة، كبدع الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة التي لا تخفى على الإنسان في المجتمعات المسلمة. بل حتى نسأل الله العافية، التحزب والتفرق يعني هذه أيضا فيها إساءة للإسلام. الإسلام ليس حزب سياسي وليس طائفي لطائفة معينة. الإسلام نصوص وحي من الله نزل في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجمع الأمة الإسلامية على الكتاب والسنة. لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن هناك حزاب، ولم يكن هناك طوائف، ولم يكن هناك فرق. كانت أمة واحدة تسير على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحافظ بن رجب رضي الله عنه له يعني كلمة في كتاب الشرح الأربعين، طبعاً هو هذا الكتاب وإن كان مختصر لكنه كتاب متميز ويحسن لكل مسلم أن يستفيد منه. يقول في حديث كل بدعة ضلالة، يقول إن هذا الحديث من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة، والدين بريء منه، وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. هذا كلام رائع من عالم كبير يعتمد الناس عليه رحمه الله وجزاه خيراً، يؤكد على المسلمين أن يحرصوا كل الحرص على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتداء عن كل بدعة خارجة عما في الكتاب وفي السنة. هذا أمر ضروري لكل مسلم، ولذلك علينا أن نحرص على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.